في لعبة التغير المناخي حياة أو موت، في كل أصقاع الأرض على اليابسة كما في البحار والمحيطات. العالم اليوم يشهد ظاهرة فريدة، حيوانات برية بلغها اليأس إلى حد المجازفة بالبحث عن الطعام في المناطق المأهولة بعد أن كانت تتجنب الإنسان طوال قرون. فمنذ أيام شق حيوان جائع من فصيلة أسد البحر طريقه نحو سوق سمك محلي مطل على الشاطئ في أمريكا الجنوبية بعد أن تقلص عدد الأسماك بشكل كبير في العقود الأخيرة. وفي روسيا ضلت دبة قطبية مرهقة طريقها وابتعدت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي في حادثة لم تشهد تلك المنطقة مثيلا لها منذ 40 عاما، لتهيم تلك الدبة على وجهها في مدينة نوريلسك الصناعية في شمال سيبيريا باحثة بدورها عن الطعام وقد بدا عليها الوهن والمرض والجوع. حتى الحشرات لم تسلم من الاحتباس الحراري والمبيدات، فيد الإنسان تسببت بتراجع عدد النحل إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل الحرب العالمية الثانية، في مؤشر قاطع على مدى درجة خطورة الوضع على الأرض بالنسبة للحيوانات والبشر على حد سواء. وفي نهاية المطاف تبقى مسؤولية حماية شركاء الكرة الأرضية على عاتق الإنسان وحده.